السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات لبوابة النهضة للأمة التشهدية. نحن الآن هنا في مستوصف البعثة التشهدية، وجينا نزور المستوصف ونتفقد نشوف شنو إمكانياته، الوضع الصحي في البعثة، وجينا نتأكد من المواضيع كلها. ومعنا هنا الدكتور نقابله ونلقى منه بعض من المعلومات وننشرها لكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك. لبيك الدكتور، أول شيء نشكره كثير يا ناس الثقافة، جيتوا قابلتونا، كان جيتوا بالتأخير كله ما هنا مشكلة. هنا من جينا أمراض اللي واجهنا كثير، ده الملاريا اللي يسموه باليزم، ده أمراض كثير اللي واجهنا. وبعد الملاريا في زخمة وفي أيا وفي يجي الجفاف، دونك هنا كان داو نداوم هنا في مركزنا هنا، ده الامراض الخفيفه، الوجع الراس، الزخمه، الفاليو، ولا دولا. دونك كان في هاله شيء ثقيل طوالي نوديه في المستشفى. دونك المستشفى يجي لها شهر مستشفى السودين، دونك بشول الهالات دول الشيء كيف شيء امراضهم شيء تقال، ده ده في يجيلهم في المستشفيات السعوديين، مثل السنه اللي فاتت كله ده الخدمه اللي قاعدين يسووه. دونك هنا نداوش جوستو حمض خفيف بس. وهل المستوصف ده هو واحد هنا بس ولا لكم اثنين ثلاثه مستوصفات؟ المستوصف المركزي هو هنا، وعندنا الاسعافات كله كاربعه. دونك كان في حالات الشيف دو جروب والشيف دي فول
دول التوالي بتصل لنا عندهم نمرة حقنا بنادونا وكذا دقيقة دقيقتين ولا كثير أخر ده خمس دقائق الإسعاف يوصل في المحل المردان كاي فوقه التوالي يجيهم لنا هم بنادوا في مردان وايد وكما يوصل ببقى أربعة خمسة كله بيوم له يوم هل واجهتكم هالة صعبة ونقلتوها للمستشفى مما جوتوا هنا؟ بو على الحاجات الصعبة في وايدين عندهم أمراض المهم أمراض هنا سكري أمراض هنا التانسيون أمراض هنا الجوت دونك دول ده المرضين هذول مرضي كرونيك دول ده الناس بيوشوا فوقهم من زمان من سنين وايدين ده نسودة وأنا ما جو فوقها وفي هذا الصعبة هنا اللي جينا في حالة أنا كسر هذا أنا كسر تعرف هناك في شات شغلنا تراب ساكت تروق كل ما تقع اللي قال من سبب خريب قبل تقع هنا كمان الكارو وكان كله كارو وقدره دونك ناس ما والفوا خلاص دونك في ناسين كيوقوا وفي جا لقوا حالة أنا كسر وودينام إن شاء الله ناس هناك طوالي شالوهم داوهم سووا لهم جيبس وهسا قاعدين عافية أتمنى لهم الصحة والعافية إن شاء الله و يعني مثلا العدد يعني كل يوم بيجيكم عدد كبير ولا العدد كيف يعني؟ العدد ده هو من الساعة 6 لحد الساعة 10 الناس جايين بس هسه من جينا في مكة هنا العدد اللي جينا كله كجملنا عندنا 551 حالات ده اللي جينا يعني ده من الحالات كلها جينا وفي حالات وايدين كمان نمشي في الأمارة طوالي بدنا نشولوش يبنى كان حالة ده شيء تقيل هنا ما نجيبه ما نجيبه في المستشفى المركزي طوالي نودوه في المستشفى أنا الملك فهد ولا مستشفى النور ولا مستشفى واي آخر دونك طوالي نودوه هناك ربنا يسعدكم إن شاء الله على كل هذا الحالة مسيطر عليها يعني الأمور مسيطر كله ناس أنتوكا كان خدمونا عاونا بيننا في أين خطينا جروب عندنا جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4 اربع جروب ده فوق عوين ورجال عوين ورجال عوين ورجال ولكن نادم المكان اللي هو ريبو كله كان شافها ناس ده في زحمه ده بيجي بسايد كان ما تور كله بيجي بسايد شكرا والله ربنا يساعدكم ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا